ولمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر سكايب من نواكشوط الدكتور أحمد جدو أستاذ القانون بالمدرسة الوطنية للإدارة. في البداية أرحب بك، يعني كيف تبعت كلمة الرئيس الموريتاني وأهم ما عكسته هذه الكلمة من رسائل تعكس ربما ما تحتاجه نواكشوط اليوم؟ شكرا جزيلا على الاستضافة. في البداية هذا الخطاب كان متوقع من الرئيس الموريتاني محمد بن شيخ قزواني لأسباب عديدة. أولا خلفيته العسكرية القديمة قبل تقلده الرئاسة ومعرفته الدقيقة بالأمن وخاصة الأمن في المنطقة الذي فيه الكثير من البؤر، خاصة المنطقة اللي موجودة مع الحدود مع مالي التي الآن ما زال التوتر فيها قائما وما زال هناك تواجد وصراعات، حتى صراعات دولية بين الوجود ظاهرة الوجود الروسي أولا والوجود الفرنسي كان قديما هناك، ثانيا هناك ظاهرة مشكلة الصحراء التي تحاد تقع على الحدود الموريتانية بين موريتانيا والمغرب، وهذه بؤر تستدعي اليقظة الأمنية وتستدعي وجود رؤية مشتركة للكثير. هناك المشكلة أن هناك هذه القضايا ليست هي، يمكن أن نقول أنها ليست هي التحدي الوحيد، هناك التحدي الداخلي والتحدي اللي ذكره الرئيس، تحدي سيكتوي به العالم ككل. الأمن أصبح أمن عالمي، أمن دولي يقوم على وحدة العالم، لأن أي مشكلة أمنية داخل أي دولة يمكن أن يتأثر بها العالم ككل. لدينا مثال التوتر الأفغاني قديما والتوتر في مناطق الشرق الأوسط، وأيضا لدينا التجربة المصرية أيضا اللي كان هناك اختلالات داخلية في الأمن والإرهاب مرحلة معينة اكتوى. عندما ننظر للواقع نجد أن التجربة المصرية كانت تجربة رائدة، أن يعني ينظر لها جيد. نعم بشكل كبير جدا فيما يخص وضع خطة أمنية متكاملة لمحاربة الإرهاب والفكر أيضا الذي يدعو له، وبالتأكيد يعني هذا ما يربو إليه أيضا الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني فيما يخص وضع آلية متكاملة للحفاظ على أمن البلاد. من نواكشوط الدكتور أحمد جدو أستاذ القانون بالمدرسة الوطنية للإدارة، أشكرك جزيل الشكر على كل هذه المعلومات وأعتذر لضيق الوقت، كنت معي مباشرة عبر سكايب من نواكشوط.